النهاردة 3 أغسطس ذكرى ميلاد الفنان أحمد عقل، الفنان المتميز بخفة دمه واللي اعتمد عليها بتقديم العديد من الأدوار الكوميدية سواء في السينما أو المسرح. تعالوا نتابع التقرير ده وأهم المحطات الفنية في حياة الراحل أحمد عقل. تحل اليوم 3 أغسطس ذكرى ميلاد الفنان أحمد عقل الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1938 وتميز بخفة الظل واعتمد أكثر على تقديم الأدوار الكوميدية ليشتهر في عدة أعمال مسرحية. ولد الفنان أحمد عقل في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية عام 1933 والتحق بكلية الأداب ليبدأ شغفه في مجال السينما والمسرح، وتخرج من الجامعة وعمل مدرساً لسبع سنوات وخلالها أسس المسرح المدرسي، وتتلمذ على يديه في تلك الفترة الفنان يونس شلبي. أنا ما أحبش الكلام، أنا راجل متأمل، أهرش وتأمل، ولما أهرش أكتر أتأمل أكتر. قدم الكوميديان أحمد عقل العديد من الأعمال المسرحية وصل عددها إلى أكثر من 50 عملاً مسرحياً، ومن خلال خشبة المسرح انتقل إلى التلفزيون ثم إلى السينما، وكانت البداية من خلال الأدوار المساعدة التي أكد من خلالها تميزه. أيام الحزن كتير، إنما الفرح أيامه قليلة أوي يا أولاد. تصور عمر اللي عدى ده كله ما افتكرش فيه فرح غير 5-6 مرات شفتهم بحق وحقيقي. كما تميز في تقديم الأعمال السينمائية وأبرزها العيال هربت، طرح الصبار، مطب صناعي، أحلام عمرنا، الحاسة السبعة، والباشا تلميذ. ومن ضمن الأعمال الدرامية التي برع بها الفنان الراحل أحمد عقل حضرة المتهم أبي، يتربى في عزه مع الفنان يحيى الفخراني، وأحلامك أوامر، وضمير أبلة حكمة. الاندفاع خلف الشيطان نهايته الدمار، الجدع ده مقضى عليه لا محالة، ونهايته معروفة، يا السجن يا المشنقة، وبنت أمورة وحلوة زيك، 3/4 شباب البلد يتمنوا واحدة زيها، تتورطي معاه ليه؟ وعشان إيه؟ أنت ما اتخلقتيش للسجن والبهدلة، أنت اتخلقتي للحياة الحلوة، النعمة، برفانات، فوريرات، عربيات، أنت مش ناقصك غير توب طويل وحجاب، وتبقي من الفاضلات. وفي 25 فبراير عام 2008 رحل أحمد عقل عن عمر ناهز 74 عاماً إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، نقل على إثرها إلى المستشفى لمدة 5 أيام.